بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم، أهلا وسهلا بيكم جميعا. وليلة جديدة نعيش فيها مع خواطر رمضان ودعاء. نبدأ دايما بالخاطرة ثم ننتهي بالدعاء، كل يوم الساعة 1 بالليل. النهاردة تأخرت عليكم سيدنا، معلش معلش، يعني جاي من كان عندي درس في مكان بعيد، فيعني رمضان شغل كتير وربنا يتقبل ويجعل نوايانا خالصة لوجهه، فخلصت الدرس وجيت عشان ألحق اللقاء الخاص بينا. الحقيقة كل يوم الخطيرة بتكون لها علاقة بحلقة اليوم، فحلقة النهاردة كانت الفهم عن الله، اليقين. اليقين في اللي ترفع همتك وتملاك ثقة وطمأنينة تحصنك ضد الإحباط واليأس من خلال قول الله تعالى، لو فهمت الآية دي كويس، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لو فهمت المعنى ده، معنى إن أنت في الآخر كل الناس هتحاسبك على النتائج، والنتائج في الزمن ده مبيعة جدا. هو في حد عارف يعمل نتائج؟ هو فين النتائج دي يا عم؟ هو ده حتى اللي بيعمل نتائج الناس بتشكك هو عمل نتيجة ولا ما عملش نتيجة، نتيجة إن الظروف صعبة جدا على الجميع في كل العالم، العالم كله صعب. امال ايه؟ ربنا بيحاسبك على السعي. سيب الناس تحاسبك على النتيجه، لكن اللي هيحاسبك عرقت قد ايه؟ تعبت قد ايه؟ ذاكرت قد ايه؟ اجتهدت في تربيه ولادك قد ايه؟ بصرف النظر النتيجه طلعت ايه؟ وان ليس للانسان، مالكش عند ربنا الا سعيك. وان سعيه سوف يرى. الناس هتقيمك بالسي في بتاعتك، ها؟ مؤهلاتك ايه؟ وربنا بيقيمك بسعيك ايه؟ صحيفتك يوم القيامة هي صحيفة سعيك مش صحيفة نتائجك. الله يا رب، ده انت كريم قوي. والله يا ربنا حلها لنا يا جماعة، والله والله اقوى تحصين من الاحباط واليأس. والله يا ربنا حلها لنا يا اخوانا. حلها لنا ازاي؟ انت فين مشكلتك؟ انت واجع قلبك ليه؟ انت بتعيطي ليه؟ انت مش عارف تنام ليه؟ انت حارق قلبك على النتائج ليه؟ انت مالك انت؟ ده ربنا شنن عليك الصعب. يا رب يا رب مش عارف اشكرك ازاي، يا رب كرمك كبير، يا رب شلت التقيل. وان ليس للانسان الا ما سعى، مش عايز منك غير سعيك. وخلي بالك، وان سعيه سوف يرى. انت متشاف، والله العظيم سعيك ما هيروح، ده انت مش، اما الايات حلوه بشكل. وان سعيه سوف يرى، يراه الله سوف يرى لها معنى تاني، سيرى في عالم البشر، هيتشاف. اللي مش شايفينك دلوقتي هيشوفوك بكره. يا رب يا رب يا حنين يا كريم يا رب. يعني ايه الايات دي بتتكلم عن الاخره؟ انت بتتكلم عن حياتك. ربنا اللي عايز يطبطب عليك في الدنيا بيقول لك ليه تشيل التقيل؟ ليه تشيل الصعب؟ ليه عامله في نفسك كده؟ يا بنتي انت مش قد الدنيا ولا قد معادلات الدنيا، نتائج ايه اللي بتتكلمي عنها؟ هو في حد ده كله حيران في النتائج؟ انا مش عايز منكم بقى، انا ربكم اللي خلقتكم اللي بايدي الامر، مش عايز منكم غير السعي، ومش هحاسبكم على النتيجه. والنتيجة أنا حاجبها وقتما شاء عندما أشاء، لكن اطمئن هناك وعد رب. لو تفهم، لو تفهم عن الله الآية دي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مش وأن ليس للإنسان إلا ما أنجز. على فكرة ده مش معنى كلام إن محدش يهتم بالإنجاز، طبعا كلنا مهتمين بالإنجاز، بس اهدى بقى، اهدي 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 اهدي، ما تعيش في نفسك كده. اصل ولادي انا ولادي انا 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 مش عارفه، ولادي مش راضين يهتدوا، انا ولادي مش عارفين يعملوا، انا ولادي. انت ممكن تعملي اللي عليكي؟ ممكن تسعي وتدعي؟ عملت اللي عليك؟ انا مش عارف ربنا هيقبلني ولا لا. ممكن تعبد ربنا في رمضان ومالكش دعوه وتطمئن؟ انا مش عارف هنجح في الدنيا ولا لا، ده انا بذاكر، وهي المذاكره هتجيب ايه؟ ممكن تذاكر وتهدى؟ وان ليس للانسان الا ما سعى، شكرا يا رب، شكرا سهلتها يا رب. وان سعيه سوف يرى، شكرا يا رب طمنتني يا رب. لا بقى، خد الطمانينه الكبيره، ثم يجزاه الجزاء الاوفى. مش اي جزاء، ده احنا هنوفيك. اما حلقه النهارده حلوه بشكل، ارجوكوا لينك الحلقه موجود تحت الفيديو. وان ليس للانسان الا ما سعى، ممكن كفايه احباط بقى. عايز ايه؟ يقينك العميق بوعد الله. وان ليس، يا محبطين يا يائسين يا ناس يا تعبانين، خلاص بقى يا جماعه، خلاص خلاص، اهدى بقى اهدى. يا سلام، شكرا يا سامين سمر،
كتبت لي فعلا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. ما هو واعد اهو، ما هو وعد تاني بيؤكد نفس الايه، مش ممكن تحسن عملا ويضيعك. وحد وعلاء كاتب لي كلمه جميله جدا، السعي نجاح. الله يا علاء، الله، كلمه رائعه، انا هاخد منك دي واشتغل بيها بعد كده. السعي نجاح، هو النجاح عند ربنا انك تسعى. يلا بقى طلع الحلو اللي جواك. طيب ده دي حلقه النهارده، ودي فكره النهارده. عايز احكي لكم قصه قبل ما ادخل، انا عايز اتكلم في معنى رمضاني تاني جميل قوي، بس عايز احكي لكم قصه الاول. في واحده ست اسمها ديبي، انجليزيه. ديبي ست انجليزيه اسلمت، اتحجبت ومخلفها ولد، فهي كان نفسها ان ابنها دون يبقى ولد متدين ويبقى مسلم كويس. فهي كانت مطلقه من جوزها الانجليزي اللي مخلفه منه الابن ده، فتمنت انها تتجوز حد متدين علشان يساعدها ان ابنها يطلع كويس قوي. فللاسف اتجوزت واحد بس خاب ظنها، وهو مسلم وعربي، فكانت النتيجة انها اتوجعت جدا. هي النتيجة ما اتحققتش، هي كانت عايزة نتيجة ما اتحققتش، لكن هي سعيها كان ايه؟ سعيها ان انا عايزة ابني يكون متدين. النتيجة طلعت ايه؟ سلبية، تلف الدنيا. وابنها فجأة بدون مقدمات يقول انا عايزة اتعلم الاسلام اكتر، بعد اللي حصل لها في جوازتها التانية من المسلم اللي هو المفروض بقى تكون النتيجة كلها سودت، عايز اتعلم الاسلام اكتر. يعني ايه؟ انا عايز ادخل جامعه تعلمني الاسلام عشان ابقى فاهم الاسلام على اصوله. ويتحول هذا الشاب الانجليزي الى نواد داعيه فاهم الاسلام على اصوله ببركه سعي الست دي، رغم النتائج عكسيه. هي تخطيطها علشان تطلع نتيجه حلوه بس سعت، طلعت عكسيه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى، الله، حد كاتب لي كلمه نجوى، ان الله اذا اعطى ادهش. هي ما كانتش تحلم ان ابنها يطلع بهذا الدرجه، ان انت عايزها بس يبقى متمسك بالاسلام، مش نودع يا اسلامي، بالانجليزيه بيتكلم بالانجليزيه. وقال ليس للانسان الا ما سعى. انت مالك انت؟ انت مالك انت بالنتائج؟ وجع قلبك ليه؟ ممكن 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 يا شباب، والله العظيم انا عايش بالايتين دول، هم اللي مديني. انا يا اولاد عندي 55 سنه، أنا ابتديت رسالتي عندي 26 سنة. ممكن بعضكم يسألني أنت لسه عندك طاقة لغاية دلوقتي إزاي؟ يعني أنت ما بتزهقش؟ وتموج بيا بحار الدنيا، وشفت أيام صعبة وشفت أيام حلوة، طب أنت ما بتحبطش؟ أنا عايش بأيتين. إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. خلاص ريحت دماغي. أنا علي إيه؟ اشتغل. على فكرة ده مش بس في الرسالة الدينية. أنا فاصل رسالتي الدينية عن رزقي. فأنا عندي بزنس صغير كده على قدي عشان آكل منه عيش أنا وولادي، عشان أنا مش عايز أرتزق من رسالتي الدينية. مبسوط كده، مش حرام بس أنا مبسوط كده يعني. أدي دروس زي ما أنا عايز، دي كلها من غير ما آخد عليها أجر. شكرا، حد كاتب لي برنامج السنة دي أحلى برنامج في العالم. يا سلام، ربنا يخليك يا سامي، ألف شكر. فأنا فاصل الاتنين عن بعض. فلما فصلت الاتنين على بعض مبسوط. ده غير ده. في باب الرزق، والله يا جماعة أكتب ورقة واحط فيها خمس ست حاجات، ابواب هطرق عليها من اجل الرزق، من اكل العيش. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، وافضل اجري وراهم لمده شهر، تك تك تك، السته يبوظوا، ما اشتغلوش، ما جاش منهم رزق، خلاص كل ده انتهى. خلاص نعمل ايه؟ ازعل يوم واقوم قلب الصفحه، واجي ثاني يوم اقوم كاتب 10 تانيين نسعى عليهم. يعني خلاص، هو ليس للانسان الا ما سعى. والله يا جماعة أنا عايش بالأيتين دول، إن لا نضيع أجر من أحسن عمل، طلع الحلو اللي جواك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فين المشكلة؟ ما لناش مشاكل، توكلنا على الله. أرجوكوا فكروا بالطريقة دي، والله هتسعدوا، تعيشوا عيشة سعيدة. بدل العيشة الكئيبة اللي إحنا عايشينها، نبحث عن إنجاز
لا نصل إليه. وساعتها هيجي الإنجاز، والله هيجي الإنجاز، بس عندما يشاء. سلم لله، سلم لله، طلع، خلي عندك يقين. والله العظيم الموضوع محتاج يقين. ربنا وعد، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. هو في حد يا عم ربنا وعد؟ أنت بتقول إيه؟ ده أنت بتصدق وعود أبوك وهو بشر. حسن الظن بالله جميل، صحيح. حد كاتب لي حسن فين حسن الظن بالله؟ برنامج الفهم عن الله ايه كاتب ايه؟ ناجح ناجح وكله الخير، الله يكرمك ويعزك. دي كانت فكره النهارده وحلقه النهارده والفهم عن الله النهارده. بالله عليك وقفوا احباط ويأس يا اولاد. ممكن يا جماعه الكلمتين دول وحلقه النهارده ارجوكم ابعتوهم للشباب الصغير، ارجوكم ابعتوا حلقه النهارده كده. ابني له صديق محبط شويتين، قلت له ممكن تفرجوا على حلقه النهارده؟ فقال لي والله اتغير، قال لي طلع في وسط الحلقه بدا يبتسم. والله العظيم ممكن ممكن يا امهات، ممكن يا اباء، ممكن يا شباب، لو ليك حد محبط والله العظيم من باب الصدقه ومن باب الاحسان ومن باب الخير، ممكن لو سمحت تتفرجوا على حلقه النهارده الفهم عن الله، اوقف الاحباط، او كان اسمها ايه، اوقف الاحباط والياس باليقين، حاجه زي كده يعني. فشكرا يا امينه، امينه كتبالي السعي استمرار السير في الطريق بوعي. ايه الكلام الحلو ده، السعي استمرار السير في الطريق بوعي، كده كلام رائع يعني. طيب انا عايز اقول حاجتين تانيين النهارده. كل يوم في رمضان هو فرصه ذهبيه ليك انك تطلع احلى ما عندك، لعل الله يقبلك ويكتبك من اهل الفردوس الاعلى. فات 5 ايام من رمضان، النهارده ليله 6، بالله عليك طلعي الحلو اللي جواك. والله انا بكلمكم من قلبي يا جماعه، كل يوم تصحى الصبح عايز اطلع احلى ما عندي لله تعبدا، واحلى ما عندي لله مع الناس اخلاقا، واحلى ما عندي اتقانا ولبسا وشكلا ومظهرا وعملا. انا عندي هم 25 فرصه للي باقيين. يا رب انا عايز اطلع احلى ما عندي، انا عايز اعبدك قوي، وعايز اطلع الحلو اللي جوايا قوي، وعايز اطلع احسن ما عندي الاحسان. انا عايز 25 يوم احسان لعلك ترضى عني وتقبلني. هو اكتر حد بيحبهم المحسنين. طلع الحلو اللي جواك قوي، احسن صفه بيحبها والله يحب المحسنين 5 مرات في القران، ما جاتش صفه زيها. وبعديها المتقين، ادعي انك تكون اللهم اكتبني من عبادك المتقين المحسنين. حد يدعي بيها دلوقتي ويكتبها لنا دلوقتي. اللهم اجعلني من عبادك المتقين المحسنين. طلع احلى ما عندك، طلع 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 الجميل. كل يوم كل يوم تحدي جديد، عايز اعبد باحلى ما عندي باحساس، مش مهم الكم، حاسس قوي. وعايز اطلع احسن اخلاق وابتسامات وطيبه، وعايز اطلع احسن عمل واتقان ومظهرا. ممكن تطلع الحلو اللي جواك، ممكن تبذل كل جهدك لاخراج كل ما هو جميل بداخلك. روح لربنا بالاحسان في رمضان. ده المعنى الثاني اللي كنت عايز اقوله. المعنى الثالث والاخير قبل ما ندعي، ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة. الليلة دي يا جماعة في أسماء بتعتق من النار، في أسماء بتكتب الآن عتقاء الليلة دي، صحائف الملائكة مكتوب فيها أسامي النهاردة. يا ترى حد من اللي موجودين هنا من العتقاء؟ يا ترى كتبنا يا جماعة في 5 أيام اللي فاتوا؟ لسه 25 فرصة. تخيل يعتقك من النار، لن تدخل النار. يا ملائكتي تعالوا نقرأ اسم كده، إيمان. يا ملائكتي أعتقت إيمان من النار. شوفوا سبحان الله، ايمان كتب الله ما اجعلنا من عبادك المتقين المحسنين، هي اللي انا بقول اسمها دلوقتي. تخيلوا لو الملائكه، يا ايمان يا ملائكتي اعتقت ايمان من النار، يا ملائكتي ايمان لن تدخل النار، ايمان من اهل الجنه. يا ملائكتي اعتقت علا من النار، يا ملائكتي علا لن تدخل النار، علا من اهل الجنه. يا ملائكتي اعتقت محمود، محمود كاتبه، اعتقت محمود من النار، محمود من أهل الجنة، محمود لن يدخل. تخيل لو أعتقت الليلة دي، تخيل الليلة دي غالية قد إيه، تخيل الدقائق اللي باقية على ما يطلع الفجر، في أسماء بتكتب الآن من المعتقين. وتخيل تأتي يوم القيامة فتلاقي صحائف الملائكة مكتوب فيها اسمك، يوم 6 رمضان أعتق في هذه الليلة. بيدعوا وهم موجودين على الـ على الـ في اللقاء بتاع اللايف، عينيها جرت بالدموع. آية آية هي بتقول لي جزاك الله خيرا، عينيها اهي. وهبه كاتبه لي خايفه قوي رمضان يجري، اللهم اعتقنا يا رب، اللهم اكتب هبه من المعتقين في هذه الليله يا رب يا رب، هي اللي طلبت كده. تخيل لو اعتقك الليله دي، يعني مش هتخش النار، يعني انت من اهل الجنه، عايز ايه احلى من كده؟ اعمل حاجه عشان يعتقك، صلي ركعتين، حس حس
ادعي، ابكي من بين ايديه، استغفر، توب، بين ربك وامك، اعمل حاجه، قول له اعتقني، اعتقني من النار يا رب. 25 فرصه، امسك امسك. كل ليله غاليه، كل ليله تخليك ماسك اكتر. مش عايز اعدي الليله دي، نفسي اعتق الليله دي. وتقعد تدعي يا رب اعتقني الليله دي، وتدور على حاجه تعملها، وتطلع احلى ما عندك، ونيتك ان ربنا. تخيل ليله تغير عمرك، ليله تدخلك الجنه، هتكون من اهل الجنه، ما تفوتوش الليله. انا معلش سامحوني، انا بتكلم بحرقه، لان انا كمان على نفسي، انا كمان عايز ربنا يكتبني انا واولادي ومراتي واهلي من عتقاء هذه الليله، لعل كلامنا ده دلوقتي ربنا يعتقنا الليله دي. يا رب يا رب يا رب. تعالوا ندعي يا جماعه، تعالوا ندعي. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان يا مجيب الدعاء، الملك ملكك والامر امرك، ونحن عبيدك وليس لنا سواك، وانت الحي القيوم، وانت مالك الملك، ونحن ضعفاء فقراء، اعتقنا الليله دي. اللهم اجعلها ليله عتق، اعتقنا الليله دي، اعتقنا يا رب من النار يا رب. الليله ليله 6 رمضان، وانت تنادي كل ليله. اللهم ان نبيك اخبرنا ان لك عتقاء من النار في رمضان كل ليله، تكتبهم من اهل الجنه وتعتقهم من النار. احنا يا رب، احنا ومن يسمعنا الان ومن يصل له هذا الدعاء، اكتبنا من عتقاء هذه الليله، اعتقنا يا رب، اعتقنا وسامحنا واعف عنا واغفر لينا وتقبلنا. صايمين يا رب، استجبنا لك، صمنا يا رب وقمنا ودعينا، نجتهد نرضيك، وعندنا أخطاء وذنوب، بس أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، تعفو وتسامح. اللهم اجعلها ليلة عتق يا رب، اللهم اجعلها ليلة عتق يا رب، اللهم اجعلها ليلة عفو يا رب، اللهم اجعلها ليلة تكفير ذنوب يا رب. اللهم اكتبنا الليلة دي احنا وابائنا وامهاتنا واولادنا من عتقاء ليلة 6 رمضان يا رب. اللهم اكتبنا من اهل الجنة يا رب، اللهم اكتبنا من اهل الفردوس الاعلى يا رب. رضاك رضاك راضي عننا يا رب في اول رمضان يا رب، قبل ان ينقضي الامر. اللهم ان رمضان اياما معدودات، خذ بايدينا، ايقظنا يا رب، يا رب ارضى عننا، أعنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، طهر قلوبنا، ارزقنا التقوى، يا رب اجعلنا من عبادك المتقين، يا رب اجعلنا من عبادك المتقين في رمضان وبعد رمضان، يا رب اجعلنا من عبادك المحسنين، يا رب اجعلنا نعبدك كأننا نراك. اللهم ارزقنا إحسانا في عبادتنا، وإحسانا في أخلاقنا، وإحسانا وإحسانا في أعمالنا، يا ذا الجلال والإكرام، اكتب من كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة، اللهم اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، اللهم فرح بنا النبي يوم القيامة، اللهم من علينا بعمرة قريبة، اللهم من علينا بحجة قريبة، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا، اعتق رقابنا، اكتبنا من أهل الجنة. اللهم يا رب نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. ارفعنا ولا تضعنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، احفظنا وأمنا واسترنا، واكفنا الأشرار والحاقدين والحاسدين والمتربصين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. ارزقنا، اللهم أجري علينا في رمضان مالا كثيرا ورزقا واسعا، أجري علينا في رمضان مالا كثيرا ورزقا واسعا، سد ديوننا، اللهم املأ قلوبنا نورا وإيمانا ويقينا وتسليما ورضا وتوكلا ومحبة لك يا رب العالمين. أذقنا حلاوة الإيمان، أذقنا حلاوة القرب منك، املأ قلوبنا بحبك. اللهم اكتبنا كل ومن يصله هذا الدعاء الآن من أحب عبادك إليك، ومن أخلص عبادك لك، ومن أتقى عبادك لك. اللهم أحي بنا الإحسان في أمة حبيبك محمد يا رب، افتح علينا السنة دي فتح كبير، فتح كبير من عندك يا رب، اجعلها سنة فتح كبير علينا في بيوتنا وأرزاقنا وأولادنا وحياتنا. يا فتاح افتح لنا فتحا كبيرا ببركة رمضان. اللهم حصلنا ببركة الصيام
الصيام والقرآن والقيام والصدقات، حصلنا من الأمراض الخبيثة إحنا وأهلينا وأولادنا. يا رب اهدي أولادنا وارض عنهم، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جدا يا جماعة، أرجوكم وصوا ولادكم يشوفوا الحلقة الفهم عن الله النهاردة ضد الإحباط واليأس اللي بيصيب ولادنا وشبابنا. أشوفكم بكرة في نفس الميعاد، واحدة بالليل، خاطرة ودعاء إن شاء الله والفهم عن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.